أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة هو شريك رئيس بشخصي ومن خلال منصبه في تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم. وكان عبد العزيز قد أجرى اتصالا بأبو ريدة قدم له التهنئة بتكريم المنتخب الوطني في احتفال كبير نظمته الشركة الراعية للاتحاد بمناسبة التأهل لمونديال روسيا 2018، مبديا في الوقت نفسه حزنه على عدم التمكن بالتواجد في الحفل لارتباطه بمنتدى العالم للشباب في شرم الشيخ، حيث أعرب هاني أبو ريدة من جانبه للوزير عن تقديره للظرف القومي الذي اضطره لعدم وجوده في الاحتفال.